إجراء امتحانات البكالوريا اللي انطلقت اليوم. بطبيعة الحال هذه مرحلة مهمة لأنها تعتبر نهاية مسار مدرسي ديال التلاميذ، وأيضا مرحلة اللي نحو تهيئهم للمستقبل. بغيت أنا خلال هذه الزيارة أولا نتمنى حسن الحظ لكل التلاميذ اللي تيدوزوا امتحانات، والتكليل ديال هاد الجهود ديالهم بالنجاح ان شاء الله على حسب، لان راه التلاميذ كلهم تيكونوا هيئوا هاد الامتحانات في واحد الجو ديال هناك واحد الضغط نفسي تيكون اللي هو مرتفع. بغيت في نفس الوقت نحيي كل المجهودات اللي تقوم بها لا هيئة التدريس ولا هيئة التربوية لأولا مواكبة التلاميذ باش يهيئوهم لهذه المرحلة، وأيضا خلال هذه السنة الدعم اللي تم باش يساعدوهم يوجدوا الامتحانات. هذه السنة الأولى اللي منذ 2019 الامتحانات تتمر في طريقة عادية إلى قارناها بطبيعة الحال بالسنتين الماضية اللي كانت ظروف خاصة واستثنائية، لا ظروف اجتياز الامتحان ولا ظروف أيضا برامج اللي هي نفذت. الأجواء التي يمر فيها امتحان البكالوريا في شقه الوطني أجواء عادية تتسم بنظام وبالانضباط، وحقيقة لمسنا في جميع المراكز على مستوى الجهة واحد التعبئة كبيرة جدا من طرف السادة المديرين، السادة المفتشين، السيدة والسادة الأساتذة كذلك. وتتعرفوا جميع على أنه جهة ربط صلة القنيطرة من الجهات الكبيرة اللي عدد المترشحين فيها يتجاوز 171,000 إذا احتسبنا المترشحين للامتحان الجهوي وكذا المترشحين للامتحان الوطني. ولهذا جندت الأكاديمية والمديرية الإقليمية حوالي 9,000 أستاذ وأستاذة لكي يحرصوا هذه الامتحانات، مع تكليف حوالي أكثر من 5,000 أستاذ مصحح من أجل تصحيح إنجازات التلاميذ. حجم العملية ليس بسيطا وضخم جدا، بحيث أنه ينتظر على مستوى يعني مرحلة التصحيح أن تتم معالجة أكثر من 600,000 ورقة إجابة. مديرية سالة عدد المراكز اللي هي 49 مركز مقسمة حسب الأقطاب وحسب الجدول الزمني ديال الامتحانات، بخصوص يعني 31,985 مترشح ومترشحة، بيناتهم 12,026 في الوطني، 13,053 في الجهوي، و 6,886 بالنسبة للأحرار اللي كتخلي أن سلا هي أول مديرية على المستوى الجهوي. ويكون هذا لأن هذا المجهودات اللي قاموا بها خلال هذه السنة التويج ديالها من خلال هذه الامتحانات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.